باش نذكر عندي واحد جوج نصائح ديال مستمعة وفية جدا، للأسف ظروف العمل ديالها ما كتسمحش لها أنه تواصل معنا، ولكن هي مستمعة وفية جدا الحاجة سمية بدرب السلطة اللي كنوجه لها تحية كبيرة ونتمنى لها عواشر مباركة هي ولكل الأسرة ديالها. فعندها جوج نصائح. النصيحة الأولى بالنسبة كيفاش نقيو الزنجلان بالنسبة للسيدات اللي مازال يعني مازال ما وجدوش يعني هاد الاقتراحات ديال رمضان. فبالنسبة الاقتراح ديال الزنجلان فممكن ناخذ الكميه اللي بغينا على حسب واش 2 و3 كيلو ديال الزنجلان يتغسل مزيان، بعد ما يتغسل مزيان ويتسقطر ويتشم يعني يتنشف مزيان. فبالنسبه للتنقيه ديالو هي عندها واحد الطريقه سهله ربما بزاف المستمعات كيديروها، ولكن بالنسبه للمبتدئات ولا اللي عاد بغى يوجد هاد الاقتراحات ففرصه ان نعاود نذكروا بها. فبالنسبه للاقتراح ديال الزنجلان بعد ما كيكون تغسل مزيان وقلنا نشف، فغادي ناخذ داك الغربال ديال السلك هو اللي كندوزو فيه الاول وكينزو كاع دوك يعني كاع ديك الكحوله وداك الحجر وداك يعني المزره اللي ممكن انه يكون في الزنجلان، يعني كنبقاو نغربلو في هذاك الغربال ديال السلك حتى كينزل لينا هذاك الشيء كله، يعني كيسهل علينا. وعاد ديك الساعه ملي كنبقاو نغربلو ونعاودو نغربلو نعاودو بالغربال ديال السلك كناخذو هذاك بوصيار اللي العوينات ديالو صغار، يعني ماشي هذاك نديرو في كسو اللي كيكون عوينات ديالو كبار، وانما كاين داك بوصيار اللي هو صغر منه عوينات صغيورين وهو كنعاودو يعني نغربلوه في هذا الزنجلان نعاودو نغربلوه في هذاك بوصيار، ومن بعد يعني كنبقاو نغربلو حتى كينزلوا كاع دوك الشوائب اللي كاينين في الزنجلان دوك الحجيرات وديك الكحوله، كيسهل علينا اننا نبداو نقيو في الطبسيل البيض ونبقاو نقيو شويه بشويه. غادي ياخذ لنا الوقت وربما غادي نقنطوا لانه ياخذ لنا واحد تقريبا واحد يومين ولا 3 ايام ولا اكثر الى يعني كان عندنا اشغال اخرين. فهذه طريقه على انه يدار في الغربال ديال السلك حتى ينزلوا كل شيء داك الشيء الشوائب ديالو، ناخذوا داك بوصيار اللي عوينات ديالو صغيره نعاودوا ندوزوا فيه، عاد ديك الساعه كنديروا في الطبسيل وكنبقاو يعني نشطوا من الجهه اليمنيه اليسريه ونبداو نحيدوا دوك الجناب اللي فيهم. فكيسهل لنا انه ربما من 3 كيلو غادي نقيو تقريبا بحال نقينا واحد نص كيلو ولا كيلو لا روب. هذه بالنسبه للنصيحه الاولى. وبالنسبه للنصيحه الثانيه اللي قدمت لنا حاجه سميه بالنسبه اللي بغينا نحمروا الزنجلان، كاين بعض السيدات اللي كيحمروا الزنجلان في الفران وكيبقاو واقفين حداه وما كيعرفوش الوقيته المناسبه لانه صافي راه تحمر وبعد نوبات كيغفلوا عليه وكيتحرق من واحد الجهه وما كنبقاوش نستعملوا لانه كتبقى في ديك الطيبه ديال الحراق، ولا ديناه الفران يعني ربما يعني كيكون مجهد الفران وبالتالي كيتحرق. فهذه طريقه اللي هي مجربه ولقات استحسان ديال بزاف المستمعات، فنوجه تحيه كبيره للحاجه سميه. بالنسبه للتحمار ديال الزنجلان كناخذوا الكوكوط وكنسخنوها مزيان على يعني في العافيه، ملي كتسخن مزيان كنقصوا العافيه وكنديروا يعني كناخذوا ديك الكميه ديال الزنجلان، مثلا عندنا واحد 2 كيلو ديال الزنجلان قدامنا غادي ناخذوا ديك الكوكوط وكنسخنوها مزيان كيف قلنا. من بعد ملي كتسخن الكوكوط مزيان كنقصوا عليها العافيه وكناخذوا هذاك الزنجلان وكنبقاو نحفنوا بيدينا، يعني كناخذوا الحفنه الاولى الثانيه والثالثه، يعني كنديروا 3 الحفنات في الكوكوط كل مره، يعني نهزوا 3 ديال الحفنات، الحفنه الاولى الحفنه الثانيه الحفنه الثالثه، وكنديروها في هذيك الكوكوط على عافيه مهيله بعد ما سخنات من قبل، وكنشدوا هذوك اليدين ديال الكوكوط اليمنيه واليسريه نتحكموا فيها مزيان وكنبقاو هكا كنبقاو نحركوها مزيان حتى يعني كيتحمر هذاك الزنجلان، كنبقاو نحركوا يعني ما كنتوقفوش من التحرك، يعني كنبقاو غير نهزوا ديك الكوكوط يعني نبداو نهزوها من اليمنيه اليسريه اليمنيه اليسريه يعني حتى كيتحمر مزيان. و باش نعرفوا راه الزنجلان تحمر غادي نهزوا منه غير واحد 2 حبيبات وغادي نديرهم في الفم ديالنا، الا شفنا انه كيترتق الا شفنا كيترتق فهو كيتكرمل، وكنخويو في واحد البانيو وناخذوا الحفنه الاولى والثانيه والثالثه بنفس الطريقه حتى كنكملوا. فهذه طريقه سهله ومجربه ويعني كيخرج الزنجلان محمر وبواحد الطريقه اللي ما كيتحرق ما والو. فتحيتنا الحاجه سمية على كل هاد النصائح.